وأبدأ بالقضية الكبرى التي هي فرق بيننا وبينهم. طيب. ألا وهي الإسناد. ألا وهي الإسناد. محمد بن عبد الله بن ظهيرة. هو ابن ظهيرة وليس ظهيرة. ونتمسك بهذا جيدا، إياك أن تفرط به في جدالك لأي وهابي. لكن الكارثي عن ابن طبرزد. ابن طبرزد. عن ابن طبرزد. عن ابن طبرزد. هذا كارثي. عن ابن طبرزد. هذا كارثي. وأحياء لسنة الإسناد. وأحياء لسنة الإسناد. فهذا كارثي على الإنسانية. الآن سنة الإسناد من الذي سيحييها؟ هذا سنة الإسناد. طبعا نحن في كل يوم حديث تقرأ بأسانيدها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تمت يعني هذه السنة، لكن المهم أنه واثق من نفسه سيحيي سنة الإسناد. منهم سيدي الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية حفظه الله. يعني تخيل بقى الإسناد عن أبو جاسم عن علي جمعة وترويه بقى هكذا إسنادك. تخيل إسنادك إلى النبي مجسم أبو جاسم عن علي جمعة عن ما بعرف. والله مهزلة. لا، المهزلة اللي راح تجي هذه لسه هكذا بداية مقدمة المهزلة بالأحرى. اسمعنا. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري. الأجهوري. اسمعها مرة ثانية. الأجهوري. علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري. والأجهوري بضم الهمزة. الأجهوري. هو يقرأها الأجهوري. لكن لازم تكون أشعري مشان تروي من طريقها. مشان تروي أجهوري. بدك تصير أشعري. أخبرنا سراج الدين. عمر ابن الجاي. عمر ابن الجاي. يعني مو ابن الرايح، ابن الجاي. اسمعها اسمعها بالله. اسمع. عمر ابن الجاي. هو ابن الجاي بهمزة قطع من أصل الكلمة مثل آلاء، ليست الأل التعريف. وهنا الجاي هذه هكذا الكلمة، الجاي بهمزة قطع هكذا الكلمة وليس التعريف. هو يقرأها ابن الجاي يفكرها التعريف، لكن مع ذلك هو يحيي سنة الإسناد ولا تروي عن طريقه. يجيزك بس بشرط تكون أشعري، تحسن الظن بالصوفية مشان تقرأ الجاي عكس الرايح. نكمل. حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة. ابن ظهيرة. نرجع نتأكد. عبد الله بن ظهيرة. هو ابن ظهيرة وليس ظهيرة، على وزن فعيلة وليس على وزن فعيلة. ابن ظهيرة بفتح الظاء، لكن لازم تكون أشعري وتوافق على الشروط أو تلتزم بالشروط حتى تروي من طريق. من هبة الله الجميزي في يوم عيد الفطر عن أبي محمد عبد الله بن علي الأبنوسي. الأبنوسي. ارجع بالله. في يوم عيد الفطر عن أبي محمد عبد الله بن علي الأبنوسي. الأبنوسي. الأبنوسي هكذا اسمه وليس الأبنوسي. أحسن من الجاي، بدل الجاي يقرأها الجاي. لكن الكارثة عن ابن طبرزد. عن نعيد. عن ابن طبرزد. ذروني. اسمه طبرزد. طبرزد. عن ابن طبرزد. عن ابن طبرزد. هذا الذي يريد أن يحيي سنة الإسناد، هذا الذي يقول السلفيين ما عنده مسانيد، هذا الذي الذي يشترط عليك شروطا يجيزك بطبرزد. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. خلى لهم الجو، فاتح موبايل ويصور يوتيوب. ليس هذا بعشك فادرجي. ادرجي يا حبيبي، ادرج ودع عنك الكتابة، لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ابن الجاية.